إلى الشمال من بحيرة طبرية كانت تتربع مدينة صفد على موقع استراتيجي شكل الصراع عليها عام 1948 أهمية كبرى بسبب سيطرتها على محاور الطرق الواصلة بين الساحل والجليل الشمالي والجليل الشرقي. بعد قرار التقسيم أواخر عام 47 وقعت مناوشات مستمرة مع العصابات الصهيونية. كان مجموع السلاح المتوفر في أيدي الثوار في صفد لا يزيد على 300 بندقية. بعد تسليم القوات البريطانية مدينة حيفا للعصابات بدأت الاستعدادات لاحتلال صفد، فشنت عصابة البالماخ بقيادة بيغال ألون منذ 14 من نيسان هجمات ليلية عدة في محاولة الاستيلاء على الحي اليهودي ومركز الشرطة والنبي يوشع، إلا أنها تكبدت خسائر فادحة وصلت إلى 28 قتيلاً صهيونياً. انتقلت قوات البالماخ لاحتلال القرى المركزية المحيطة بصفد تحت خطة سميت بيفتاح، فاحتلت قريتي بيريا وعين الزيتون في الأول من أيار، فعزلت صفد عن باقي المدن العربية. استمر الإمداد بالقوات والسلاح لقوات البالماخ بينما عجزت القوات العربية عن تعويض النقص في الذخائر، ولم يلبي جيش الإنقاذ الدعوات الملحة بالتدخل. استطاع الثوار بقيادة المقدم في الجيش السوري أديب الشيشكلي الصمود أمام الهجوم الصهيوني الشرس، فصد الهجوم الأول في 6 من أيار والهجوم الثاني في 8 من أيار، واستمر في قصف مواقع العدو طوال 9 و10 من أيار بشكل عنيف. شنت قوات البالماخ هجوماً كبيراً بمشاركة 5000 جندي في 11 و12 من أيار، وتحت جو ماطر استمرت المعارك بين الشوارع والأزقة، واستخدم الثوار أسلحتهم البيضاء عند نفاذ ذخيرتهم، فأوقعوا في العدو أكثر من 800 قتيل. سقطت صفد في نهاية المطاف، وهجر أهلها الذين كان عددهم أكثر من 15,000 نسمة، وأقام الصهاينة على أراضيها 61 مستوطنة. الثوار لا يموتون، بل يخلدهم التاريخ.